دائما فقرة مطبخ يوم جديد ما بتكمل ولا بتحلى ولا بتكمل فخامتها إلا بوجود الرعاة الفخمين، رعاة مطبخ يوم جديد، شركة أسواق الكرمل الخضار والفواكه ومنتجات الكسيح الغنية بأصنافها رينج كامل من أكثر المواد اللي ممكن تستخدمها الست في مطبخها، بالإضافة إلى أرز تحفة وتونة الصياد اللي دائما منورين مطبخنا وأصبحوا أحد أعمدته الرئيسية. أهلا وسهلا فيهم جميعا وشكرا من جديد لدعمهم دائما فقرة المطبخ. اليوم رح نعمل أنا وياكم برفقة السيدة دعاء سليم دعاء عمرو، رح نعمل هلأ الصفيحة اليافوية، طريقة عجين جدا بسيطة وزي ما هي بتعملها في مطبخ التواصي، بالإضافة إلى حشوة اللحم المفروم وحشوة السبانخ. بصراحة كتير طيبة ولذيذة ورح تعطينا أسرار تحضيرها. المقادير على الشاشة. لتحضير الصفيحة اليافوية بالنسبة طبعا رح تكون بحشوة لحم مفروم وحشوة سبانخ. العجين هم 4 كوب طحين، ربع كوب زيت، 2 معلقة كبيرة حليب، إيش ناشف؟ ناشف ناشف، يلا 2 معلقة كبيرة حليب ناشف وملح. حشوة اللحم نص كيلو لحم مفروم، 3 بصل مفروم، 1 معلقة كبيرة بهاري مشكر، ملح وفلفل، 3 معالق كبار دبس الرمان وهذا إشي زاكي، 3 معالق كبار سماء حامض أصلي، روحوا على العزلون جيبوا، ونص كوب جوز اختيار. يلا يلا حشوة السبانخ بدنا 3 كوب سبانخ مقطع، اغسلي كتير منيح من التراب، كوب بصل أخضر مقطع، 1 معلقة صغيرة من الكمون، ملح وفلفل، 2 معلقة كبيرة من السماء، عصير ليمون، 1 معلقة كبيرة من الشطة اختياري، وزيت زيتون. صح الكلام؟ صح. يلا ست الكل تفضل. يلا بدنا نبدأ باللحمة. يلا حبيبتي أول إشي نحط اللحمة. تمام، لحمة مفرومة خشنة، خشنة أو ناعمة زي ما بدهم. ماشي يلا حطينا طبعا على الحل. انت حطيتي زيت اشي ولا ما بحط زيت انا؟ يلا تفضل. مع بقدونس يعني الصفيحة اليافوية ممكن تحشيها جبنة، ممكن تحشيها لحمة، ممكن كمان مش شرط لحمة. طيب بدنا نصبح على جميع الحماوات من الكرك، الله يسعد صباحكم منورين لكل حماة بالدنيا، الله يهنيكم جميعا بحياتكم يا رب. أم العبد عياصرة يسعد صباحكم، استبقوا الخيرات، موضوع جدا جميل وحلقتكم اليوم حلوة، مبسوطين فيك يا دعاء. أهلا وسهلا. صقر أبو هزيم النكشة وانشراح الحباشمة، رغد عمرو، آسيا أيمن، مطبخ يوم جديد صار جزء من حياتنا، ما بحلى يومنا إلا بوجودك شفت طلقتك الحلوة، ولا أنا يومي بيكمل إلا لما أحكي معاكم أكثر وأكثر. أم العبد عياصرة وأم أحمد شطناوي الله يسعد صباحكم، رح تكوني أحلى حما والله، الله يبعث لك إني شاطرة بالطبيخ. يلا معنا اتصال من المفرق. ألو صباح الخير يا جميلة. ألو صباح الخير. الله يجعل أيامك جميلة بجمال اسمك يا جميلة. كيفك يا أمري شو أخبارك؟ هلا ست الكل نورتي، صباحك ورد. شو هالإغراءات هاي، شو هالإغراءات؟ بتحبي العجين وشغل الصفيحة؟ خير حبيبة قلبي، أهلا يا ستي تفضلي. حبيبتي بدي أبعث سلامي لأختي بالسعودية حفر الباطن أم محمد. نعم تفضل يا قلبي، يسلموا على الاكلات اللي تعملوا لنا اياها. شو الافراحات هاي حبيبتي، يعني جزء منكم معكم اياه يا قلبي. حبيبتي الله يسعدك، ان شاء الله تكونوا مبسوطين بوصفاتنا لليوم، مبسوطين بضيفتنا كمان. كثير كثير هينا من صباح الله خير. حبيبتي الله يصبحك بانوار النبي دائما والله يعطيك الصحه وتعملي احلى الاكلات. حبيبتي سلامي لاختي بالسعوديه يا قلبي. نعم واحنا كمان بنسلم عليها، ان شاء الله تكون عم تسمعك وتسمعنا، صباحك ورد. محمد حفر الباطن السعوديه قلبي. حبيبه قلبي اهلا وسهلا فيكي وفيهم جميعا، اهلا فيكي نورتي. يلا قلينا اللحمه، بعدين نزلتي البصلات. نزلتي زيت؟ لا. ليش ما نزلنا زيت؟ يلا بدنا نحكي للجمهور. انا صراحه ما بحط زيت. ليش؟ حتى للكبه ما بحط زيت. ليش؟ لانه في دهن. ايوه بالضبط، الدهن في اللحمه بدوب.
بالضبط. فصار عندي مادة دهنية ومش محتاج أكتر من هيك. وكمان عشان ما يصير في زيت عندي على العجين أبدعتي أبدعتي أبدعتي، يعني خطوة صح. بعدين غير هيك إحنا هلأ بالعجين رح نستخدم كتير زيت، فما في داعي لكل هاد. برافو، يلا يا أمر معك أنا. هلأ بس تنشف ميتها، منرش البهار، فلفل الأسود والملح. طيب يلا احنا رح نستنى تنشف ميتها بس نكسب الوقت، هي اغراض العجين. تفضلي ونروح الى جرش. الو صباح الخير. سلام. صباح النور يا نور. يسعد صباحك الحلو. الله يسعد هالصور. اهلا هلا ستي، ما شاء الله عليك كل يوم بتطلي احلى من الثاني ما شاء الله. بعيونك الحلوين اكيد حبيبتي، الله يخليك. يسعد صباحك يا دعاء. صباحك يا رب، اهلا وسهلا فيك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله هدوءك يعني اسم الله ما شاء الله. الله يسعدك. والله نيال حماتك عليك يا دعاء. والله اني مبسوطه اني سمعت صوتك يعني. الحمد لله. حبيبتي انا كمان والله نيال حماتي علي شفعله. حبيبتي الله يقويكي وهيك تضلي بعزيمتك وهمتك ودلليها كمان وسلمي لي عليها سلام خاص. والله هي بحبها كثير وبتحبني بعيوني، وبالمناسبة بدي أعايد عليها. نعم. 16/9 عيد ميلادها، بدي أحكي لها كل عام وأنت بألف خير. يا ربي طولة العمر قدامها إن شاء الله، بتضل على تاجكم، تاج على راسكم يا رب. حبيبة قلبي الله يسعدك، وبدي أصبي على والدتي أم عماد. نعم. وعلى جدي أبو إبراهيم. نعم. ويسعد صباحكم كلكم. الله يسعد صباحك وصباحهم، وإن شاء الله كلكم بتضلوا بألف خير ويديم المحبة بينكم جميعا. هلا ست الكل نورتينا. يلا بدنا نعمل هلا عجينة السفيحة اللي هي طحين حليب ملح ورشة ملح وربع فنجان زيت. إحنا أخذنا نص المقدار لأني أنا عاملة، لأنه هاي العجين لازم صراحة ترتاح أقل إشي ساعتين. نعم. عرفتي كيف؟ طيب أنا عملتها من الليل وريحتها، بدي احط كاس الا ربع مي. هاي قوام العجين لازم يكون طري. مرقه احنا بنحكي عنها. مرقه طريه. بعد ما نعجنها تكون هيك طريه، بدي اقرصها كل قرص قد حجم البيضه، واكون حاطه زيت بالصينيه. كثير بتاخذ زيت. هلا في طريقتين لهاي الصفيحه اليافويه. اللي عنده مرق العجين عادي يعمل العجين هاي يعني أجمد شوي، ويرقها على العجين عادي. سهلة أسهل، ما بتاخد وقت زي هيك. أنا بديش أعجئك بس مش ضايل معنا وقت كثير، يعني تقريبا 8 دقايق. احكي لي شو أساعدك، أنا جاهزة بأمرك. يا عيني عليك، عاشت إيدك. لمت العجين رح تخليها ترتاح، لما بترتاح اسم الله اسم الله عليك، الله يعطيك الصحة. لما بترتاح العجينة بتلمعك، بتبطل هيك تدبق بإيديك صح؟ بالضبط. حطي زيت عادي. يلا حبيبتي هي الجاهزة، حطي شوية زيت عشان زيت نباتي. يلا ست الكل. تمام هيك. ايوه تمام. بتقرصيها وبتفرديها بهذا الشكل. نعم. الحجم اللي بدك اياه. يلا خلينا نشوف حبة كيف رح نحشيها. هاتي عمي. يلا هلا معلش اغسل الأرز بالاول. شوف اللحمات شو صار فيهم، شايفين كيف صار في اسفل الطنجره. هاي شو رايك نسقط الرز شيف؟ يلا حبيبتي هلا بدنا نسوي المعجنات عشان نلحق. شو رايك نسقط الرز عشان يلحق ناكل؟ شايفين هاي المي اللي هي سوائل اللحمه وسوائل البصل بالاضافه الى الدهن. اذا انا بالسبسايد هاي المي، شايفين هاي هي اللي انا بحكي عنها وما حطيتها. بالنسبه لحشوه السبانخ بدي احط البصل الاخضر المفروم ناعم. يلا فنجان زيت زيتون. سبانخ وبصل زي حشوه المعجنات. سبانخ عادي. اي يلا بدنا نطلع باول باص ونوصل الكرك، شو رايك؟ يلا عمان دبري حالك. الو صباح الخير. الو يا صباح الفل والياسمين. هلا يا مريم، اشرقت وانورت. الله يسعدك يا رب، النور نورك. شو اخبارك انت حبيبتي؟ احنا وانت بخير الله يخليكي. يسعد الله يسعدك، بنرحب بضيفتك الكريمه. نحكي الله يعطيك العافيه. الله حبيبتي الله يعافي قلبك. تحكي مع الضيفه. الله يسعدك يا ربي، تسلم ايديك على اكلات الطيبه حبيبتي. الله يسلمك يا رب يوم. الله يسعدك. شوف على ممكن طلب صغير. امر تفضلي بامرك. ما يعمل عليك عادي وان شاء الله، بس بدي اسالك عن انتي نزلي وصفه عن الكرش وما كرش، ممكن تحكي لنا اياها على الهواء؟ اوف عن الكرش. روحي على اليوتيوب واكتبي علا نيرو عصير الزنجبيل والرمان،
والتزمي فيها، وما بصير تروحي على العطار تجيبي قشر بردقان قشر الرمان مجفف على الفاضي، لانه لما بتجفف بتروح منه الفايده اللي انا بدي اياها بالقشور، فلازم رمان طازج. هلا موسم، جيبي وفرزي اربع حصص، اربع قطع من قشر الرمان للوصف، تمام؟ فانت جيبي اربعه ولفيهم بنايلون، بس هون نوقف من فضلك. اربع قطع بتلفيهم بنايلون خليهم بالفريزر كل ما بدك. يعني مجفف ما بزبط؟ اللي منجفف على الفاضي ما راح يعطيكي نتيجه، انا جربت. ودعي يلا يا بس نصف. ممكن سؤال صغير؟ ستي يلا. هسه الرمان لو بنستعمل بياثر مثلا على الحمل او يسبب عقم صحي الخبريه هاي ولا كيف؟ نعم، هلا هاي الحالات الاستثنائيه، الحمل، الرضاعه، العمليات القيصريه، يفضل استشاره الطبيب، احنا مش دكاتره، يعني كل واحد له اختصاصه، ولكن انا بعد تجربه اعطيتكم اياها، فروحي على اليوتيوب كل التفاصيل فيها، اكتب على اليوتيوب علا نيروخ وصفه ازاله الكرش. صحة وعافية على قلبك وسلامتك يا أمر. أي تمام. يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا هيك قوي قلبك في الثبانك، لأنه رح يدوب تنزل سوائله، فبتصير الكمية قليلة فقوي قلبك. إذا هي ليش رقتها هيك؟ ليش عملتها قوامها كتير كان مرق ورقيق؟ عشان تقدر تمدها بهالشكل. أحمد الشلاش الحويتي، صباح الخير أم محمد العدوان، أماني دحلة، وردة الجوري، صفاء بني أحمد، بيلسان البدور، هناء خندقجي، أم عبد الله، صباحكم عسل وأحلى كنة بالدنيا. يا سلام، تسلمي يا رب. هنادة أبو رصاص، يسعد صباحكم، يسعد يافا وأهلها وأكلها. بدنا نحيي كل أهل فلسطين وأهل المملكة وكل أهل أهالينا العرب وكل الجاليات بكل بقاع العالم. جنن عماد، أم عبد فراح، أم محمد الحيح، أحمد بني صخر، يسعد صباحكم، أم محمد العدوان. شوفي كيف شف رقيقة. يلا يا أمر شوفوا كيف رقيتها. افرديها بالزيت، كل ما كانت رقيقة كل ما كانت أزكى. ايوه افرديها بالزيت بتمشي معك العجينه. شفتوا قديش اخذت زيت؟ عادي كله بنزل بالصينيه، ما تقلقوا لزياده بتروح. بسم الله الرحمن الرحيم. ام حسام، ام فادي حبايبه، احلى مطبخ واحلى وصفات منورين. جنن عيمات، ابتهال الترتيب، معشوقه السرحاني، انا حابه احكي لامي الثانيه اللي هي حماتي وقطعه من قلبي فاطمه السرحان، الله يخلي لي اياكي يا احلى ام بالدنيا كلها، اعطيتيني احلى هديه بالدنيا اللي هو ابنك، الله يخلي لي اياكم جميعا، الله يديم المعروف بينكم جميعا ويخليكم دائما باحسن حال. شوفي كيف طريقه اللف. ستي هي متابعين معك الشباب. يلا ايوه لف، ما تلزوها على بعض، ازكى بتطلع مقرمشه عشان ما تطلع معجنه. بالضبط يا سيدي يا سيدي. يلا هاي بالنسبة للسبانخ. نعم. نشوف اللحمة. يلا شوفي اللحمة بدك تبهريها. طيب أم يامن العلاونة، بنت الأصل بتتعامل مع حماتها مثل أمها. نعم أكيد 100%. بيلسان البدور، هناء خندقجي، أم عبد الله، أبو سامي الغرايبة، أحلى ضيوف، برنامج ناجح لكل المقاييس، أتمنى وشكرا جزيلا على هذه الشهادة. وصال أبو الرب، صباح الخير، أم يامن العلاونة، أم سلطان المناصير، أم رمزي، كل الحب والاحترام والتقدير للحماة اللي علمت هالكنة. يعني انبسطوا بالوصفات اليوم نخدم. الحمد لله. فادية الحديد، حطيت البهار وبدي أحط الملح. يلا حبيبتي شايفين متى حطت الملح؟ عشان اللحمة ما تشد. إذا كل هاي الأمور كتير مهمة لحتى تطلع طبختك صح. سليمان سراج، الله يبعث لي كناية مبدعة، اللهم آمين لك وللجميع يا رب. عبد الكريم أروى، وحمزة صوالحة، زينب الصبيحات، أم عبد الكريم، رغد الشام، أم أحمد، أم مؤيد، الخوالدة، الله يعطيها العافية، ضيفتك بتجنن. يا سلام، تسلمي يا رب. فادية الحديد، بالتوفيق يا رب، سلامي لحماتك العسل أم شاهر. الله يسلمك يا رب. أكيد بتسمع هلا، أكيد مبسوطة، أكيد بدنا نحييها. أم أحمد، تبارك الرحمن أبدعتم. أبو عصام النابلسي، انضموا إلى مجموعتنا. نعم يا أبو عصام. سلمي لي عجارتي دعاء عريب عزام. جارتك يا صديقتي اللي تيجي تعزل معك اليوم المحر. أحلى جارة. كثير مبسوطة إنها بتحضر قاعدة.
طيب الحياة روعة بتقول بحب أصبح على أحلى وأغلى حماة في الدنيا حماتي أم أحمد الغالية على قلبي، وبحب أعايد على بنت حماي أم عمار وسلفة اليوم عيد ميلادهم. الله يديم المعروف بينكم ويخليكم لبعض يا أمر. شوفي أنا بدي أحط الجوز فوق الحشوة. نعم بتعطي طعم كتير زاكي، القرشة فيها زاكي. هي المفروض صراحة تبرد شوي، بس أنا راح أحشي عشان الوقت اللي معانا. يلا رح نحشي وحدة بنفس الطريقة. شوفي شو بتقولك، عندي نظرية اللي بحبه لبنتي بحبه لك انتي، وأنا كل شيء بقدمه لبنتي بقدمه لك انتي. هذا الصح. هذا أيوة. برافو. طيب. بس تلاقي ناس يكونوا هيك يعني. لا لا المشكلة بترجع للأخلاق نفسها، عرفتي؟ نعم نعم. هلأ إحنا من خلال يوم جديد بدنا نقول للستات الحلوين الكناين، اعملي طبق حلو، روحي هيك صبحي على حماتك أو غلي لك فنجان قهوة أو جهزي لك طاولة فطور وقولي لها تعالي فطوري ما بكمل إلا معاكي، وشوفي ما أحلى الابتسامة رح تكون على وجهها. يلا الحياة روعة. وردة الجوري رغد عمرو دعاء أختي حبيبتي كل الدعم إليك، وشكراً كتير للشيف، هو شكراً للتلفزيون وليس لي على الاستضافة الحلوة. أنا أشكر إدارتنا الحكيمة دائماً ضرورة تسليط الضوء على أبناء المجتمع بمختلف الأعمار والفئات. هدى كريشان ما شاء الله عليكم، والله يحميك وهلا بضيفتك. عبد الكريم أروى اللهم ارزق قلبا لا يتكاسل عن الصلاة ولا يؤخرها، اللهم آمين. بدي أحشي كمان حبة قدامكم الرواج. يلا يا أمر. الله يخلي حماتي ويطول بعمرها من أزهار الربيع. إدريس الشرفات بدي أحكي لك، شوفي عشانها من الليل معجونة العجين. نعم. شوفي كيف مرتاحة، بتفرد عادي براحة ما بتقطع. هلأ لما الواحد يعملها وعطول يشتغل فيها بتصير تقطع بتغلب كتير. طب شو رأيك إحنا ما ضلش وقت، شو رأيك نقدم أطباقنا بالشكل النهائي؟ يلا يلا يا عمر. الله يسعد هالإيدين. إحنا بنقولها بتعرفي شو؟ زي الفلفلة. أبدعتي. المهم إنه جوزك تحت الكواليس شو؟ مبسوط. خلف الكواليس. أيوة بيضحك فنفدنا اليوم. الحمد لله. يلا حبيبة قلبي. يلا شو بدنا نسوي هلا؟ بدي ازين الطبق تقديم. يلا جربوها رح تنبسطوا. يلا اللي بده اي سؤال عن جد من عيوني يعني. حبيبتي تسلم عيونك، تفضلي. يلا حنقدم بالشكل النهائي لحتى تختم دعاء هدى. وهدى خطاطبة عمري 14 سنة وتعلمت منكم كتير. أسماء عسوم منورين طبخات بتجنن، شكرا لكم. يسعد وصفاتها وطبخاتها أبو إيلين ومرعد الرواجفة. وصباح الخير لكم جميعا وفاطمة تايا. تمام ستي احنا هيك خلصنا. كلمة بسرعة 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 قبل ما ننهي. يلا للماما وللحماي عن جد شكرا كتير لكم ولدعم زوجي وحماتي وامي وابوي وعيلتي، يعني صراحة ما في حكي ينحكى. يلا الله يوفقك. تشجيع تشجيع الحمد لله. حبيبتي الله يوفقك وتضلي بنفسك الطيب دائما. ورسالة قصيرة في نهاية مطبخ يوم جديد اليوم السيدة دعاء عمرو. موضوع الحما والكنة، الحياة حلوة ديروا بالكم على بعض، اللي بترضي لوالدتك ارضي أكيد لحماتك، واللي بترضي لابنك أو لبنتك ارضي كمان لكنتك. الدنيا أخت وعطا، وكل سبت قدامه أحد، ما في كل طلعة قدامها نزلة، وكل إشي بتقدمه في الدنيا راح تلاقيه قدامكم. ديروا بالكم على بعض والله يديم المحبة والمعروف، وإن شاء الله دائما ما بيكون في بيوتكم إلا الفرح والسعادة. بدي أودعكم عشان أشوفكم بكرة وغدا وصفات معي أنا، رح أرجع على قواعدي سالمة ورح نعمل وصفات صراحة شوي مستوى أعلى من السابق. بدي أشوفكم غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.